كل زمان من الأزمنة الفاضلة أفضل ما يعمل فيه ما شرع فيه، ما شرع فيه من الأعمال. وأنت تعرف الأعمال الفاضلة في شهر رمضان باعتبار أمرين: النص، كما قالت عائشة: يا رسول الله ماذا أقول؟ أي في ليلة القدر، قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والأمر الثاني بالنظر للمقاصد. إن بعض إخواننا لربما انشغل في هذا الشهر الكريم بأعمال صالحة لكنها تكون مفضولة في مقابل الفاضل من الأعمال الصالحة. وانظر يا رعاك الله لبعض الأعمال الصالحة الفاضلة في هذا الشهر الكريم التي ورد النص بتفضيلها، وهي تحقق المعاني والمقاصد التي أوردناها قبل قليل. من ذلك أولها وأجلها الإمساك وعن المفطرات، وهو الصوم، فإنه أعظم ما يرقق القلب وهو أعظم ما يحصل به الامتثال. ومن ذلك حفظ اللسان ولزوم المساجد. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأصحابه إذا جاء الصوم قالوا: نلزم المساجد، نحفظ صيامنا. انظر كلامهم، فإنهم قد سمعوا الوحي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفوا مقاصد الشرع وانطبعت في قلوبهم من غير تشقيق للكلام ولا تفريق. انظر ماذا قال رضي الله عنه: نلزم المساجد، نحفظ صيامنا. المرء إذا كان صومه فليكثر من لزوم المساجد، فلزومه المساجد له أجر الاعتكاف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لزومه المساجد فيه كثرة تلاوة للقرآن، لزومه للمساجد فيه حفظ لصيامه، فلا يخوض في عرض أحد، ولا يتكلم في أحد، ولا يستنقص أحد، لا يأكل مالا حراما، لا يظلم، لا يبغي، لا يعتدي، لا يجور. كل ذلك من أعظم المقاصد التي تفعل في هذا الشهر الكريم. إذن المقصود من هذا معرفة درجات الأحكام. ولذا لأجل هذا المعنى وهو معرفة المقاصد، وقد كان من أعظم من أكثر الأئمة إعمال المقاصد الإمام مالك والإمام أحمد. جاء أن الإمام مالك رحمة الله عليه كان إذا جاء رمضان أغلق كتب العلم وقال: شهر رمضان شهر القرآن. ثم بدأ يقرأ في كتاب الله عز وجل، وهذا من باب تقديم الفاضل على ما دونه في الفضل.